السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قسم من الناس هؤلاء في الشدة يذكرون الله، وفي الرخاء لا يذكرون الله. إذا صارت عنده مشكلة هذا يتوجه إلى الله، يدعو، يلتجئ، يتضرع، يصلي، يصوم، يتصدق. وإذا ذهبت مشكلته نسي الله. في آية أخرى الله يقول مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني كأنه لم يدعو الله إلى ضر مسه. مر يعني أخذ في طريقه بلا دعوة إلى الله. قسم من الناس هكذا، وقسم من الناس يذكرون الله في الرخاء والشدة. هو صحيح يذكر الله، هو مريض يذكر الله، هو غني يذكر الله، هو فقير يذكر الله، هو منطلق يذكر الله، هو في السجن يذكر الله، عنده حاجة يذكر الله، ما عنده حاجة يذكر الله. هذا إنسان صحيح اللي يذكر الله على كل حال. كان عندنا في كربلاء فرد شاب شيوعي يذكر الله أيضا، لأن شيوعي هذا معنى إنكار الله، إنكار المقدسات، إنكار الدين، إنكار الإنسان أيضا، يعني ينكر حتى الإنسان. الإنسان اللي هنا قاعد ينكره، يعني شنو ينكره؟ يعني يخلي ما له قيمة أصلا. يقول إنك الإنسان آلة في معمل بسيط، آلة مو لا نذبها نجيب آلة ثانية. في الإسلام الإنسان له كرامته، الكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الإنسان في الإسلام كريم، له شخصية، له شرف، حيا أو ميتا. أما في موازين الشيوعيين الإنسان لا قيمة له ولا كرامة، هو وآل بسيط على حد سواء. كان في كربلاء فرد واحد من هذا كان شيوعيا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، يقول الله موجود أنا أعرفه. هو وقت اللي يسلمون عليه كان خياط، هذا يسلمون عليه ما يجاوب ابدا، لان هم من نوع النوع المتكبر. كان انا اسلم عليه دائما، من امر على دكان اسلم عليه، هو ما يجاوبني عليكم السلام، يقول اهلا بس الي، يقدرني اهلا، يسوي اهلا، لان السلام هذا من اداب الاسلام. السلام عليكم عمي، خليكم انتم عندكم انصار السلام. لكن لا، حيث انه من اداب الاسلام ما كان يجاوب بالسلام ابدا. أنا كنت شايف أنه يمرون الناس على دكان بعض أصدقائي كذا يسلمون عليه ما يجاوب أصلا، يباور. بس أنا أسلم عليه هو يحترمني شوية، يظنني معتدل، يقول أهلا. هذا في أيام الرخاء كان ينكر وجود الله. وقت اللي يصير عنده فرد شدة، مشكلة بسيطة، وجع راس، يروح يمشي في حرم العباس يطلب شفاءه من العباس. عمي أنت منكر الله، عباس متصل بالحسين، المتصل برسول الله، متصل بالله. هو في أيام الشدة كان يعرف هذا باب الحوائج العباس. أما في أيام الرخاء ينكر حتى وجود الله. قسم من الناس هكذا، قسم من الناس لا، ما ينكر وجود الله، وإنما في أيام الرخاء ما يدير بال، صار صلى ما صار ما صلى، صار صدق ما صار كذب، صار يقرأ قرآن ما صار ما يقرأ قرآن. أما إذا صارت عنده شدة
يتوجه إلى الله، زين يتوجه إلى الله هم زين، لكن قسم منهم إذا انتهت المشكلة هم نسي الله. ولذا في آية أخرى كما ذكرنا الله تعالى يقول مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، يعني يمر كأنه ينسى نعمتنا عليه. الإنسان يجب أن لا يكون هكذا، يجب أن يذكر الله في كل حالة، في حالة الشدة والرخاء، في حالة الفقر والغنى، في حالة المرض والصحة، في جميع الأحوال. موسى عليه الصلاة والسلام ذات مرة مر على إنسان مبتلى بأمراض، عنده مرض الفالج فلج، وعنده مرض البرص أبرص والعياذ بالله، وهو أعمى ما يشوف، هذا المرض الثالث. المرض الرابع أجذم، جذام عنده، جذام فرد مرض شديد والعياذ بالله وسيء، ولعلكم كلكم ما شايفين جذام، وحتى أنا ما شايف الجذام لأنه هو فرد مرض كلش سيء. جذام عبارة عن أنه هو الإنسان اللي يتغلب عليه السوداء، هذا الإنسان خشمه هنا من خشمه أصابعه مارن أذنه هنا هنا أول ما يصير، وكذلك أصابع رجله هنا وهنا وأصابع وأصابع الرجل أول ما يظهر هذا المرض والعياذ بالله. إذن الأماكن يأخذ في الإسوداد، يعني يتبدل لونه من البياض اللي الآن موجود والعياذ بالله إلى شوية من السواد، يسود ويسود ويصير أزيد من السواد، ثم يصير مثل لحم محترق، اللحم المحروق شلونه يصير مثل اللحم المحترق. وإذا بقي فرد مدة هالقطع هالأماكن يأخذها في التساقط، يعني تشوفه لهنا خشم ساقط، أصابع عنده فيه شوية فوق ساقط، يسقط ويصير عنده فرد حالة نفسية وجسدية هذه الحدود اللي ما شايف حصلي مثلها أبدا. بأقل شيء ينقض عليك يريد قتلك، هذا الحالة النفسية يصير عنده والعصبية، ويصير عند حالة جسمية أيضا، وهو أنه وجهه يستد، يصير وجهه مستدير، يصير عيونه مستديرات، الآن عين الإنسان مثل اللوز يصير عيونه مستديرات وحمراء يصير، هذا أيضا مرض يعدي. يعني والعياذ بالله إذا فرد واحد في هذا المكان يتنفس، نفسه يورث الأشخاص الجالسين هنا أن يعدوا إليهم الجذام، هذا يسمى بالجذام وبالفارسي يسمى خوره. خورم بهش ميگن چون اینکه گوشت را میخوره میریزه. ولو لم يتمكنوا من علاجه فورا يزداد هذا الشيء ويزداد التساقط، احيانا تتساقط كل اصابعه تتساقط، يعني هالشكل مثل لحم محترق يتساقط هالشكل، قطع النظر عن الالام اللي عنده، الحاله النفسيه والحاله الجسديه، ويهزل ياخذ في الهزال، اذا سمين 100 كيلو يصير 40 كيلو 35 كيلو ياخذ في الهزال، هذا المرض هالشكل، وهو من أسوأ الأمراض. إيران أكو مستشفى لهذا الشيء في خراسان، يسوون مستشفيات لهؤلاء في أماكن خاصة من العالم، الأماكن الباردة والهادئة والمعتزلة، والأطباء يزون أنفسهم بأجهزة خاصة حتى نفسهم لا يسرى إليهم، وأغلب الأطباء ما يستعدون لملاقاتنا هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض خوف، خوف عدوى أكو فيه. ولذا قسم من الناس يعني مضحي هو، هؤلاء هم الذين يقدمون إلى هذا الشيء. مثلا في الغرب القسم الراهبات والقسم الرهبان، يعني الزهاد من المسيحيين، هؤلاء هم الذين يتبرعون. في الكويت ما أظن، يعني ما سمع أنه هالشكل مستشفى أكو موجود في الكويت، يرسلون إلى الخارج بنفقة الحكومة وما أشبه. أما في بلاد كبيرة مثل العراق مثل إيران مثل مصر، هالبلاد الكبيرة يخصصون مستشفيات لهذه الأمراض في أماكن خاصة، هذا يسمى بمرض الجذام والعياذ بالله. وأكو في الأدعية الاستعاذة بالله من الجذام، وأكو أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني إذا شفت فرد مجذوم فر منه.
حتى إذا يزعل خل يزعل يا إخوان، لأنه يزعل وأنت لا تبتلى أحسن من أن لا يزعل وأنت تبتلى. فالدبنية كانت في كربلاء مسكينة مبتلاة بهذا المرض، لكن كانوا الأشخاص الذين يذهبون إليها ينقلون أحوال هذه هالشكل يصير الحالة النفسية والحالة الجسدية والحالة العدوائية، عدوى من تنفسه يعدي، لأن نفسه ممتلئ بميكروبات الجذام. شاهد أنه نحن لازم هواي نشكر الله تعالى. قسم من الناس يقولون الله شنو ما قناعة نشكر، احنا في صحة من الجسم هذا مليار شكر يحتاج، هذا مو شكر واقع، ما يحتاج الى شكر. تراب يسافر يأتي يروح يتنفس ينطلق، هذا مو نعم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. موسى عليه الصلاة والسلام مر على إنسان مبتلى بالفالج، مبتلى باللقوة. اللقوة يعني شنو؟ لقوة يعني حلق يصير أعوج، في العراق يسموه شرجي، ضارب الشرجي. فرد مرة يصير وجه الإنسان أعوج، يعني حلق الآن حلق هالشكل يصير حلق هالشكل، وفرد قطعة من الوجه يسترخي، وفرد قطعة من الوجه يتقلص. هذا فرد نوع من المرض والعياذ بالله، ويسمى باللقوة. فرد صديق من أصدقائي هنا ابتلي بهذا المرض ورحنا إلى زيارته، لكن كان قليل، ذهب إلى لندن وبقي 6 أشهر في لندن وشافاه ورجع. هذا يسمى اللقوة، وهذا له علاج واقع. لكن قسم من الناس ما يعالجوا، يبطلون في علاجه فيبقى عليكم الشكل أعوج. وهذا قطع النظر عن أنه المنظر يصير منظر مزيان وسيء جدا. أكو في أدعيات الإمام السجاد، اللهم لا تشوه جسمي ولا تبدل اسمي. تشوه جسمي يعني لا أكون في الشكل اللي أنا مشوه عند الناس، هذا مشوه. لا تبدل اسمي يعني اسمي مكتوب في الأخيار، لا تمحي عن الأخيار بالسوء عملي وتكتبه في الأشرار. لأن قسم من الناس هذول أخيار وفي قائمة الأخيار عند الله سبحانه، الله يمحيها عن الأخيار في القائمة السوداء يسجله. هذا يسمى لا تبدل اسمي. هذول هؤلاء الذين يبتلون باللقوة بالإضافة إلى أن وجههم يصير مشوه، هذول أكلهم كلش مشكل يصير. لأن وجهك عدل فيصير الشاي مثلا أو الماء أو الشربات أو الأكل سقوط الطعام أو الماء أو الشاي يأخذ في السقوط. لهذا هذا المبتلى بمرض اللقوة والعياذ بالله يأخذ فرد أسمار شيء شفية شيء هنا حتى لا يسقط الطعام، فطعامه مشكل. نفخ بعد ما يتمكن يعني قراءته وكلامه يصير غير مفهوم والعياذ بالله، يعني وقت اللي يريد يقرأ وكلك وقت اللي يتكلم وياك ما تفهم من كلامه، لأن كلام النص يطلع باختياره نص بلا إخام. رأى إنسانا مبتلى بالبرق ومبتلى بالجذام ومبتلى بالفالج ومبتلى باللقوة، وأنه يشكر الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري. موسى قال شنو هالدعاء منك عمي؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري. بعد شنو عندك؟ شنو عندك من نعمة؟ أقول في دعاء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. يعني فرد واحد سطرك يرزين سوي لا، أما إذا الله سطرك يجب عليك أن تحمده على أن سطرك. لماذا؟ لأجل أحد غيرك، إما لأنك أذبت ذنبا وأعطاك الله عقابه في الدنيا حتى لا يعاقبك، يحتاج إلى الحمد. الله قنع بالعقاب البسيط عن العقاب الكثيرة الآخر لأجل ترفيع شأنك. الأنبياء يقتلون وهذا مكروه، لكن هذا القتل الأنبياء ترفيع شأن لهم في الآخرة. فهذا إما تأديب يحتاج إلى الحمد، وإما ترفيع درجة أيضا يحتاج إلى الحمد. يعني إذا أصابني إنسان بمكروه لا أحمده، أما إذا الله أصابني بمكروه على نفس المكروه أحمده.
وأن يوصي أصدقائي الشباب كل واحد منكم أخذوا فالكتاب مفاتيح الجنان، فارسي منكم أكو فارسي، العربي منكم أكو مفاتيح الجنان معرف، ثقافة وأصول دين وأخلاق وتوجيه. يوميا أفتح المفاتيح أي زعال لي أحببت وقرومة، كلها علم، كل الأدعية هكذا. لذا من الضروري إنسان يأخذ فالمفاتيح، مفاتيح الجنان مال الشيخ عباس القمي الله يرحمه، ويقرأ. أكو أدعية مال ليالي، أكو أدعية مال أيام، أكو أدعية مال شهر رمضان، شهر شوال، شهر محرم، شهر صفر، في كل مناسبة أكو أدعية من النبي الأكرم ومن فاطمة الزهراء ومن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان الذي ابتلي ببلاء من فقر، من مرض، من ابتلاء، من عدو، من سجن، من أي شيء، يحمد الله على نفس هذه النعمة أيضا، لأن النعمة هي نفسها نعمة، إما تنبيه كله نعم. موسى رآه هذا الإنسان المبتلى بهذه الأمراض الخمسة يدعو الله ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري. قدم إليه موسى ليفهمنا نحن، وإلا هو الموسى يفهم هذه الأشياء. قال يا عبد الله مما عافاك الله وأنت مبتلى بهذه الأمراض؟ قال عافاني من أن لا أعرفه، فإن قلبي يعرف الله وكثير من الناس لا يعرفون الله. عدم معرفة الله أكبر بلاء، ومعرفة الله أحسن نعمة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غير. حتى إذا ما شوفيت الإنسان يموت، بمجرد أن الإنسان يموت كل جسمه ينتهي خلص. فالثوب عندك مشكشك، مرقع، وصخ، متعفن، ألف مشكلة فيه، نزعته وين راح؟ خلص الجسم هالشكل، لأن روحنا في داخل جسمنا مثل الزجاج، في داخل جسمك أكو روح وفي داخل جسمي. وقت اللي نموت هذا الزجاج يصير لا فيها عمل، لا فيها عرج، لا فيها مرض، لا فيها عرض، كل شيء ما فيه. ذاك الرجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال مرض الجسم مو مهم، وإنما المهم مرض الروح. مرض الروح هو المهم، إني أعرف الله أن الأمراض كلها درجات والثواب، ولذا أحمده على هذا الشيء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أما الرجل فكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري. وقال له يا عبد الله شنو عافاك الله؟ قال أن قلبي يعرفه. هذا الإنسان الذي يشكر الله في كل حال، هذا من العباد المقربين لله سبحانه وتعالى. أن الله أوحى لموسى، أنت موسى الكليم النبي العظيم، هذا جليسك في الجنة. أما فرد مشكلة بسيطة، فرد مرض بسيط، ويصيح ويعربد، وقسم من الناس أصيح يكفرون والعياذ بالله، يكفر. فرد مشكلة بسيطة في المحكمة ويكفر. هذول الأشخاص الله سبحانه وتعالى يقول قسم من الناس فإذا ركبوا في الفلك وصارت الأمواج وصارت العواصف وصار المخلصين له الدين، يقول الله يا الله نجنا يا الله نجنا. وقت اللي نجاهم من البار وصار رفاه ورخاء وكذا، بعد ما يدير بل الله خلاص. هذول عباد غير صالحين، عباد لا يفهمون. أما العباد الذين يفهمون هم الذين يشكرون الله على الفقر والغنى، على المرض والصحة، على الضيق والسعة، على كل حال. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.